بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا شقي ما هي قدرت مدن ملك ستون نقد داون إنسان وحد كسر دواتان برنامج أنا وهذا دونه أرمها فرنقين تا سياسة دا عاو وحن كو هذه كو كو إيجينا إن سد على سعتان مركلة دورتي سديد بيشن فبروري محمد عبد الله فرماجو سودوين آد أتربى دن أيام لوس مي ملك رتون أو كتر سن عالم ك شعبي الصوماليين سيسكم إذا أي أسودوين حساته وحال أغانيا إن سودوين تو إلا بلكا عهيد يعين أي عهيد مد شعبي الصوماليين أي لبكا عهيد مركا إن دورك برودو سوسع تا هدي شعبك أي دولد وحقن أي أكانتو شعبكنا ومركاسي إن درين كيسا وحكو درو هدبا برنامج كينا مركو روحا وي باش عالم كوحي وغتا دانقارة دنا هالسجار كان وحيد دوني ساعينا كم مشو دولة كستوى كذا تودك الصومالية شعب الصومالية إنه هو تادن جارة دن أنا كدوان تاس أو أه إن ودن كان فرقين تش الشيء معناه دن على السياسة دا يدن على أمن جا لقد عفوا وها هذا بشعب الصومالية أي جوش السينيان نن كفوا هذا إن فرنتي فرقين تا مركل جرب بمركلين تا باش عارم كا had as in kasuko asaate faragelinta wadamada qaar kood ay ku sameeyaan inta badan dawladda Soomaaliya waxay kala fogeysa shacabka iyo dawladda hadaba taawadayaal danaha beesha caalamka iyo danaha shacabka iyo danta dawladda seel isu keen kara ayu barnaamijkeenu ku saabsan yahay hase ahaate waxaan ka hor marsanaya dhowr daqiiqo oo aan jeclahay waxyaabaha dadku ay maanka ku hayaan inaan bal markii hore weydiyo in xildhibaanada waxaana weeyay مر الله مركي قفل بحولية سد حدي ملف لذبا رئيس الوزراء هيا الله دورنيا قاركو ذو حيلين بشاكة إمهنيا قاربو حبيب كليين سد الدراد رئيس الوزراء هلا دورنيا إنو دلك إن حكومة دي ما مركو قاميو إن سفها اللي ربا هني هاي محيط هاي كاين كوب لابينا إنكو أم هدرين إنو هتلك أسوى إلو أن عاو برامج كان كو قاباني نو إن واي هاي waxaan seenayaa Xuseen Carab Ciise oo asagu ahaa wasiirkii hore ra'iisul wasaarihii ku xigeenkii hore ee Soomaaliya aanu wasiirkii Kaashaandiga xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo waliba professor Maxamed Xasan Doob oo ah in falanqeeyay dhinaca siyaasadda ahna gudoomiyey ku xigeenka jaamacadda Joobki een waxa kale oo bar ka soo noqday een maxuu ahaa jaamacado kamida jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ku soo dhawaada barnaamijka aan ku bilaabo إن حلبان إن حسين عرب عيسى رئيس الوزراء واحد صار نقطة كحجين كرئيس الوزراء الصومالي خبرت بدن بعد أول هذا واحد بدن واتكسر جرتين إن ملحوينا رئيس الوزراء واسكون عجرين ملحوينا هاتي رئيس الوزراء وصام قاعد اسكون عام واحد كتجي سد حمالة لام الشعب كوا كتجي يعني سابته واحد كبدن وين ولا يم هذا مركب سفع عن كأه رئيس الوزراء كل شقين كرئي اللي هي الكرة بسم الله الرحمن الرحيم هرتا مركب ورد معتن تهاي إن اد نوع عزون ترنتي إن أردت إن أكون فلان قيدنا هل كان شعب كنا دقي سنة يا إن أردت أعد شكتي وحوي أردت جوكسن ما يسو إلا إسفهم سياسة أو ويني ما دو قف كا إيمانا يا رئيس وزارة نقول يا وإني مركب ورد وقف آمن سن مبدأ مركب دتك كينا يو سيستم كده ماشي بدل كمرة يعني قف فهم سواء نقول إن حدي إلا لجارنا رنتي هر إن حزبية للي هي أو الشعبكو أي سد دركت وحد دورنا يان ورتو أنت أردت أسبق كان إنسان لأن إن حزبية أيام كسب بحلا حين مشرفين تو تاني ما كان عادي أجد مدين يقول له إذا حبا إن أرن ربطان شعبكو تمين وأنا دركت أيام كذا تكوين أي رنتي أي ترانسند جريا ما أي كرودا فين با رنتي أرن تقبلك وإما كأي قفك قدام تهاون شعبك الصومالي ملك استجوكان قدام عشادين تصبح كنت سيسا مركا حوغا وحا اسكوير حلمي ودوكتا 2012 أنكو حانو كنمي أضيال إما كون حنكون مأذي إيو أدو لوري كونت كوي كونتون أمي كونتون قف حوغا وح إسكير أحد ما مركا شعب كي واحد مدة أو برلمان كي وكبر قيس تد كي كياني أو ديمان كي شعب في النبوحنية صار سنة ما كنت نقول تبين وح لدوني مركا رئيس الوزراء أرنتها فهم سن دلكم ماشي مريه فهم سن ودلنا ما كوش غيرية وأنا سيب دره إما يعني كل ولو خص بيها إني إني قبيل لقوي ما أدو هيا عندك على ثيرة هيا سدح لي وينا دير معني دو حاول مركا ما قبل كران برايم مينستر waxa fiican lahayd in qof kasto loo soo doorto oo qaban kara meesha wayahay way hadda ma sida professor maxamed xasan dool doob waxaan ku weydiinayaa in madaxweynaha ma madax banaan hadda saan u maleynayo sababtu waxay tahay waa loo tagayaa waxa la leeyahay
قبل كان نقصه إن حل دبانك هذانا وح كواد إلا قصوا جاي وح وين إنه كله واقع قبل كأوريس الوزراء السنة سدى موقت مركا من قبل أي كقص بيان إن أي إن أي رهدان رئيس الوزراء من كاس نقدك أما النجار نقصه لحده هي أسوق موقت شقين كرا بسم الله الرحمن الرحيم محد علي أنت وحلق على صاحبك حسين رنتي عن كيف ونقول يا رئيس الوزراء هلا ما قاعد يدانه وحن شعل نهاية رئيس الوزراء هسوينه النقطة قف سوماليا أقون أكاديمي قاله أقون سياسي قاله إن إسلام كان كمدح بنان أورو دي ميديا ده كمدح بنان إن وقرا كرنا هو قفكو بيسك أو كي ميدي كم بحكي كرو 4.5 بالغوية ميت رير بوم كايمان لكن هذا رير كاسيدي قفك أو طيادة في عن لوقاته وحندي لها إن قف لغو قسبيني إن رير كاسي شن أملح أي صوح لين هذا يبقى رير كالله شيئو إن إيو ليه إن شن أملح أي صوح لين أي أوكيان مدحوي لها سيو أوغا دورتو قفك كو هبون وعن سليه وحلغو يراي كاريا إن سياسة دهان بريهان نبرتايو أح قف هبل هربل هل رالي قريو يعني هدي لوكي أنا مدحوينها لح قفوت سي في جودة أمام هو هاي تعرف نورد كودي شقوا أي صوب تاني وحبر الشدودي هدو هاي سلي لح قفوت أما شق قفوت وحن سلاها قف كأو هبون ويه ما كره حتى إن كيف سو قادو كله مدحوينه هو حلقة الله إنه ما كتو هاي من كسر شيء ذا إن قبيل الله إسبيريا إن لقى رئيس الوزراء من كم مدح بنا إنه مدح كو هايو من كاس وياهاي من آد ونكسن تاع عد من مالتاي هدي ورئيس الوزراء هم قاعد أنت سوبر مستان ووتن حتى كل من كر أياتي هدي من كاس وياه دولا ريالو من كان بان هذا من كدك هذا شو هذا قبيل أنا بقول سينا هاي ما تبغى من كان اللي هو من حكى ما إن كنتي وحكى إما كره روجا إما كريا نوم مغضة لكن أنا جو حنكت هلين يا نيكا إن قبيلة أي فرح كقابان دي أو دورتي ونن أو كباستي إن هو هاي قف أو الكرعة دا عاد سومالي حدو ضلبدو وحقبا إن لو دايو يعني هبل بانو هير هبل هدان هاي هوري نو قربتي ووحيابها أنا سلين هاي جورمات كجود بدونتين ما كان أكو هاي إنه يدون حسبية بدن الهيلي إن اللي بيجيب بكاري. ما هي قرطة هاي هذي الكفة دلوا بلن كاتي دي أوزت كأن أم بلن كاتي هذا إله كله دو أم بلن كاتي من تا أسبو وارك كرو من هذا أسأل إيري هاي من تو أسبو وارك كرو إن إن ودك كأن معناها من الأول كأن في أوكا مهم دوا حوي قف بزوج كم كوكجرا آخر سكا أمي يلا نيا قانك إن أسبو مكسوكي من بختان سب ما هي أنا واحد وقف شقيس الله سوارك يا مدة بدل ما كنا سويرة دي بيوحى هيدا سيد بختار سيب أو لو اللي أوكي هبل هبل لكن أنا هرك ركض الحين خاصة الوقت كنا كنتا قفوار نسيب ودعك كنا نشوف في عنق إذا هذا التقييم وسومالي اللي نقدر نعرفه إنت نشوف إيش خذوا قف قبيل في سرابك هنا واحد هذا سومالي سيستم كسر ما هو قف ساس وكلا أسوم استفادة قف وقف أسوم قادنا إيه لكن أركض غيره كل وين ما نيان تدوي كنا نيان رأي وين بيبنا نيان كان آخر كان هو أنه بقى وكذا رأي سيقف كان أياد بوثنة يسروره وكل حقا نقرأت ودوني إنه حبيسك فقبته وحانا قبل كل يحدي وقبل وكفل سوية هاي وكيانه وسلي هاي وحيابها سيد عدقاء لغو كياني أو كلاي قف أهمن سنة وحانا قبل غيره ويلقى عدنا يعني لكن وحانا رب وحانا سليه هون أدو من قرنا يسرقف شقيه سنة لسواء أركي حاولت عنا سواء قبتي إينا سليه إما بقى صارك على وقت كان سوالي اللي بعتذر وياها لكن قبائلات واحد ترى استدعي إنه حرف قليل من غرنا يا حسي ما لفتت لفع العامل محوها إنه دقي استطعس
يرهدو تاس من دقي سنة يا ما يد كل يوم دقي سنة يا ما أنتون إنه يرهدو إنه فشل كعرره أو آه نن لو سدح بلد كبعد بقى يصير أو يرهده وقد قاتل بالله يكل تاجنا ذن يا كيفات سلاده هي كل بعدو كداونا يو أما تيب كيس كداونا كيفات سلاده هقات أنا وحن قبعة أرتب ماشي إما كوادوكتو برهن باب برلمان كي وادر يعني وحلا اللي بدحوينه يرزار كل قادني يا رجال كل قادني يا هي راح إما كأن وارهير وين كل جود هير لو رانكر مارت هير كل كحوج وين يا أما مكمل ثلاث وين يا ما شفت إما كأبو حلا دور شباب لسكبرت مركب عنو حي سجى وحلا قد دوني جوان كوجاري إنه جوان شعب كات دورتي قنعنا يا أو سو شيءنا يا ونيد الله وقعنا يا إنه كانوا إما كسر ماله حقا لبعت سو مرتي حقا وادوكته حق دقاري حق سياسي أهلا بدل باشر een isaga markii imka la doortay wadar kii magaalada wadanka Soomaaliya ma laga damaashay waa sax wey dadka damaashada wax laga yaabo lifestyle kooda nolosha wax badan iska bedelin maalmi ma soo dhaafay laakiin waxa isbedel qalbigoodi rajo abuurantay waxa raba rajada inuu sii wado qof ay isleeyeen qof kan waa sidii lagu damaashaday isaga ayaa lagu damaashadaya oo kale inuu keeno waxa ka sii muhiimsan qofka team kale lis doono laana waxa qof kale wax ma qaban karo sidoo ma kale wax ma qaban karo team kale lis doono تيم إكزيكتيف أو علوس إلا نسو أو شقة قام كره أو نسو تجابي برلمانكو إما كوادرتي أنت تجابي ده وري وكسر بحيرت أو وادرك تانو وحكاني شعب كسر مال إكزيكت الوحي يدونين دلبات كودي يو يكون قاركود لقيا بقى إني وحياة بكلا أم سنين أما سيا بكلا بكون مدين برلمانك هذا أنا آخر كي وحي أركان شعب كسر مال الوحي يدونين يباهيد ترترنتي قف ينفاي جرين كردتك بركا وحلا قدون يسكنو قانك وجاري إن تاسكو بيز جنا جرات سو قد جيسنا يا خيرها إذا كلا صبر دقي دانو يود ساس شيء كيس دعوين كان أرنه هدي أنا كلا دافو بقارن سري باتا يمن دانتا وحن قبى قف كاس وقف هذا ما هكوري من يدوي هاي لباتا كوري من سبجر وح كلا قبيل كتر وهم وقتها ما من القبلة جو أيها دسا ما من القبلة جو اللي لفت الكودي وح أي إيش كوه أيام سد وح بس تور وح الغياب إن أي وحدي ذا وحن ما مغلي ما المهان لأن قفل بحوقت هاي مدحوينه وإن دكدة بوساسة يدكدة كسماي وأنا عشورتك كان دوس كين إنه سيء طالع مركا هدي ما من قبلات دي لفت الكودينا أي أيو ماري دكدة هستان القبيل كين أولي أنا جا هاي سو هاي سو دورته ما من قبلات دنا أي ليهين شروطها نهرع حكيكم بتبادية مدحينه إن بسم الله الرحمن الرحيم وحيلتها هاي إن رتي وارد لبعض تم وقتها ومستقبلك سواء طوى الدولد هو فدرال فدرال كان دي دوكومنتي كلي لغو باعه دوكومنتي كلي لغو معه ريسورس كالوية جغرافيكال كوفريج كالوية دولد قبلية دي دو حي كتر سيهين ومنفر فرعون كيهين وبيس ويهين دولد فدرال كاه انا وحان اوغا هاي وسارد دمالي دان كشغي جري رونتي بقول كي بسي ديت ان دقلق ان اغو حوكا اما جري افر دكدو دكد مقدشو دكدة كسمايو دكدة بربرة هي دكدة بوساس أيوكا إيمانشر إن أفرت سديد دي سنة أما لبعيد تمان كيس سنة ولا صور دعفاي وحي إلى تهاي وحلا سهرة دكدة مقدشو يا أربار كده وحي إلى تهاي أنت عايز إني إنسان شقين دوني إن هذا الشقي السنة وحي نقول دون تا يعني قول كتاعي نقول دون تا دولدة في دولدة في درع الكا شقين إن محاولة جدا وهنو شيء ده الدولة الفدرالية حمنها الدولة الجولادية ده ممبر كا أما حمنها كا إني إن كونستيشن كلو عديو إني ريسورس كا عيليهين ما إذا ده أما برسنتج كا أما بقولي ده الدولة الفدرالية كا هي عيلة ده إيو بقولي ده عيلة ده هي الدولة ده هي عيلة ده إلا عديو كونستيشن كلو عديو مركا هدي لو عديو resources ka gobolka ama state kaasi leeyah dad ku had gudbi karta male in dadka halka joogay wax isku darsadana waxay la tahay in hada muddo waan isla wada joognay waxa la wada joogana waxay ahayday dhamaan expenditure ka baxayo dawladda ka baxayo dhan marka laga reebo donation ka ama mucaawinooyinka dibadda laga helo waxa base u ahaa dekada airport ka Muqdisho waxay la tahay arintaas inaysan aysan haboonayn inay si socoto وين دول قبلتكم مركا وحان سليه ويليهن عليس لكن هذا عليس كوادو وحان ربع نيجا إنا قاب سبيريت كيد قبيلة دو قلع إنا يسان وضان إنا النظام بسمع إنا اللي يمادان إنا يدفرب قريان دول دفدرالكا دول شاي كلهين إنا كاقاتان
sida iyagaba loogu nijixinayo dowladda federaalka kootooyin badan wax badan ay keentay adeegyo bulsho fara badan iyo waxbarasho iyo caafimaad ay gobolada u gudbinayso in iyaguna in give and take ay dhacdo la isku shubo resources kala isku shubo waxaan is leeyahay very important way hay way adiga nooga xogarsan dowladii ku soo jiray dowladahan hadda shaqeynaya waa sidoo sheeg waxa uu in dastuur waxba la sameeyo ma iyagaan aan wax la macaamilaynin oo si fiican la macaamili jirin mise iyagaa diidanaa maamulka goboleedyada iyagaa diidanaa inay khayraadka dowladda kusoo darsadaan waxyaaba badanoo waxaa jira laiska indhatray oo laisku dayay in dib loo yaro dhigo waxyaaba badan waxaa jira dastuurka ma dhammaystirna oo la laalay baa jira arrimahaasa ka mid a resource sharing waxyaaba badan baa jira waxyaaba badanoo federalismka gelin baa jira oo layidhi bal dib aan u dhigno waa la isku dhici doonaa laakiin waxyaabaha imika u yaala xukuumadda soo socota iyo baarlamaanka soo socda maaha un madaxweyne oo keliya laakiin waxa weeye waxay u taallaa baarlamaanka soo socda xataa imika federalism baan sheeganaa laakiin nooca federalismka aanu nahay xataa weli lama ansixin lama sheegin lama dhammaystirin taasi mushkilad waxay ku keenaysaa sida xataa wax loo qaybsan lahaa haddaan marka hore la caddaynin nooca federalismka aan qaadanayno see loo wada dowladda dhexe iyo maamuladii sidee bay u wada shaqaynayaan marka imika waxyaaba badan waxaa jira qabyo ah runtii xaggaa markay timaado aan ku dhammaystira mid kale aan kugu daro arrinta maamul goboleedka iyo dowladda la dhaqanka naftirkeeda xildhibaan baa jira maamul goboleedka u jooga muqdisho waxaa rabaa relationshipka hase isagaa matala interestka maamulka inagu sida kale aan u dhaqanna waxaa la dhaqmaya qofkii madaxda ka ahaa meesha qofkaas maamulka ayo waxaas madax ka yahay laakiin afaaraha la dhaqanka dowladda dhexe iyo interestka labada meelood dhexeeya xildhibaankaasa u matala oo la doonaya in la power gareeyo laakiin legislations badan baa jira oo aan weli la dhammaystirin oo kala saaraya markaa arrimo badan oo xagga awoodda qaybsiga maamulka dhexe laakiin xildhibaanada hadda garow waa lagu soo doortay kismaayo lagu soo doortay meel walbaa lagu soo doortay galmudugyo ma u malaynaysaa in xildhibaanka uu power kuleeyahay ninka dadka madaxda xagga ka ah in ay xildhibaanada dowladda u matalaya ama aqalka sare u matalaya in ay warka maqli karaan ma umalaynaysaa waxaa laga rabaa awood way leeyihiin inay bartaan awoodda waxay tahay macnaheeda inay kula shaqeeyaan ee la doonaya lanna qofku ma u fadhiya halkan wuxuu u fadhiya waa representative buu u yahay dadkaa soo doortay marka runtii cilaaqaadka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedku runtii wuxuu si director ama saniya u fuulaya wax dhabaanka xabar u fadhiya inta la relationshipka xataa laguma shaqeeyo marka tan imikaad sheegaysa ma garanaysa ama airboardada ama dekedaha ama waxyaabahaas oo dhani shuruucdeedii marka la dhammaystiro ee la dhameeyo baa lagu shaqeyn karaa mid bay jirtaa qoran already oon lagu dhaqmin dekadaha weligeed bay soo jirtay oon lagu dhaqmin marka xukuumad central governmentka iyo maamul goboleedyada ayaa la rabaa runtii inay taas imika soo dhigaan frontka baarlamaankana marka uu ka shaqeeyo iyo xukuumadda ka wada shaqeeyaan laakiin saa kuu sheegay waxyaaba badan baa weli qabya ah oo dib loo dhigay laislahaa maaratay bal baashuu kala iyo kala yaacin tii waxay keentay in imika dee maaratay la garanba waayo aboodda ma la jirto waa dhibaatooyinka noor yaalla imika waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo madaxweynuhu hadda shirar kala duwan uu galaa haddii uu yidhaahdo qabaa'ilaadka oo imaanaya hadduu yidhaahdo walaalayaalo waan ogahay ballamo iyo wax walbaa jira laakiin maadaama ballamo badan ay jireen hore macnaha loo soo galay ma igu raaci kartaan inaad iga dhaaftaan qabaa'ilka waxa ii keenaysaan nimankana ii keenaysaan oo iska soo xoxaysaan inta iga dhaaftaan aniga maad siisaan oo macnaha ii daysaan inaan soo xusho intaa madaxweynuhu sooma dhihi karo wuu dhihi karaa laakiin bay-adda ku hareereysan ayaa uga baahan inuu tixgeliyo bay-adda ku hareereysani waa siyaasad qabiil bay-adda ku hareereysani waa wax hore loo soo bartay one time aan lagu bedeli karin laakiin mudan in la bedelo bay-addaas marka madaxweynuhu wuu dhihi karaa yacni ra-iisul wasaaraha qolada uu u qoondeeyo inuu yidhaahdo yacni ii keena dadka aada isleedihiin way ku habboon yihiin positionka uu dhihi karaa laakiin haddii uu yidhaahdo automatically bahashaa aniga ii daaya waxaa halaabaya wixii laga yimiday basekii laga yimiday oo dowladda lagu dhisay oo four boy because qabiilada qaar way qabaan judge already sheerkooda waxaan isleeyahay marka qabiiladaqabiilada ma moogtahay haddii wax uusan raalli ka ahayn oo uusan rabin haddii lagu khasbo kaba soo qaado kale wuxuu maanta yidhi jufa hebelan waxaan siiyey ra-iisul wasaare sida hadda laga sugayo aan maqlay jufa hebela ra-iisul wasaaraha maxaa yeelay dhowr jufood baa waxay rabaan
إن قرأك من رئيس وزاره كسبة صح هديه لا تشوف هبل هدنا تشوف هذه أي تتبقى قفاض أكنت تتبقى قفاض وسكنح حرك وهي من دنت أولي هي أي سلوه الفريق كانت وكنح وهي يا موحى موحى ما إنه كل عاق هذا أنتس وأه إنه تنيك عسما جعاه بريت إسكود عن مية كون نكسن إنه ما أنت موقف كقاتو يره هذا رالا هذا من ونكسن إني كيني هي waxaan isleeyahay in in asaa ku haboon in macna ma sameeyneysa in jifo inta wax bareeshar gareeyso in ujeedada guud ee Soomaaliya ay lahayd inay ku dheesho wax macna ah sameeyneysa male dadka loo soo liis gareeyay haday noqon waayaan dad awood iyo aqoon u leh jagadan in waxan taa waxan qabaa anigu in loo daayo isaga jifadaas oo shanta qaardooday deganta dad badan oo technocratic oo aqoon yahanaan ku jira ما شو روبه هكذا ضد؟ هذا واحد مغلى اللي هو ويبو خمسة ذي معنا مركي على مسار. في عنده. هذي اللي بده ويب أو كسر بسوي. والله أركاس والله بات بشي والله بات تم معلومات وكذا. سو نحب نحمة باللبن سو أهني كان وحبو مثلا من سنين مركي هرب. دورت مركي هرب إن وحبو مثلا من سنين كرر ده وحسي من سنين هو مشكلة على وحبو مركي كوه كوه حسي بيحبس كده. لكن واحد قبعة رنت واحد نقول نسأ كل يبقى باك جراوند كيس نمرك هذا يكتو. كل اللي وتحقل تن ريره وإيمانية يجيفون كإيمانية لكن كل واحد موضوع اللي كرقف بان غنية كل لكن واحد أنا قبل قف كاسوح إنه غنية مد سو أولي يقول أن كذا ون معرفة ده هلا كسرح بحواي سات شيء يسوع تدخل لوك يعني كل سنة قف كم معرفة قو أنسانة يا كل واحد لو تهجر يا بقى لأنه قف كحتى قو كو قاس ده هرب كده شيء بكرة مشكلة ده حاجة كيمان ما يسان قبل أي حرب هنا السيو إن دلقيه ده عاو كابن برنامج كي يقرأ قد كل سنة إن شاء الله تعالى إن واحد سنة إن تمارس وعربة إن بل واحد كأدا لظهرم جفو إيو مامل قبلات لبده بسوي إن أي إن لبده بكتل بني إن خفق أو تبني إنه هذا يين ومن السو وكل سوي هاي ومعناه سوي وحبه كل إنه دورة كيفا مهمة هي بحيث سؤال قطنا هو يذكرته بسم الله وسؤال ونعكسن وحن أم لا ينيا مامل قبلات إيو جيفو أو 4.5 أصل كذيها إنتوا إن أي دبلاً كهيان دلكنا كهيان تنهض إنه كور من إنه مجا عابس ترسلوا ساري هي دلك كابينت كسور السلاحنا أي كهيان لكن وحمش إما نسا دي اللي بدأ أسبق وأجي هاي كيف هذا كله وكيف هي ما من قبل كذا ميل بو بدنانية أما لب قبل أما قبل بو بدنانية إن أقولي هذا كيف هذا أو لقيه قانه هذه الشير إن أي دد سومال نماذج جعلنا أي هين أنا دين عنا أوجن شيرين لقيه قانه إن ولتشجار للسمايو ماشي وضياش قبيلة كلا سمين لها وأقومي هنداس لسمي ولا تشجارة قف للصوح ولي ويجو أذكر راعي أبتي اللي يقانو أقومتي سهر كي تاجنت هنا اللي يقانو مركز فرط الغفيقه وحنا ملاينا يا إن أكواد بحكره إلى أي حد ومعنى هذا أي تهي أقومتي نمشي بيت الله لا تشي أقوني هالنذا إيه باكراون تشيكي أنا مشوي يلا إن تفدينا ويتها أو 4.5 كوال غنعي ما بالقبلات كي لفت يزين هو كو غنعسين هاي أو تفدوا ما بالقبلات وما كل دقيس هذا كنت بس أمير أسبو يسكي سحوس عشاء مسوا إنه أوده هالشلة هذا اللي بعتلا كنا غكر إنه احترام لجما عرري كرو حالة دلك كوسو جين هاي مرو والبا لا تشي تي أن لجما مار مين أما استيك هولدرز كو حافق قلال لغو يقانو لغو يراهدو إن أن لغم مار من أرنتن إن أو كلاتشتو إلا إي حد بقول لي دون تهين نغوني سقران مايو 10% أو 90% أوفا إن تهين نغوني سقران من لكن إلا إي حد لي يقانو إن أو كلاتشتو أو إسكر ريبو هادو عدر دارك كو إيمان كرا وهادو نلماتشنين كان ماذا نهينين كان معقرانيسا أذا بيكاب كريستي
marka waa inuu la tashto oo iska saaro hadhow hawsheeda meel iska saaro aad baa maadsanta Xuseen macnaha hadhowan waxaan ku yidhinayaa kala soo qaado kale nin baa ra'iisul wasaaraha loo magacaabaya ninkaas ra'iisul wasaaraha loo magacaabo jufadiisa nin ka tirsan ayaa waxaa laga yaabaa inuu ra'iisul wasaaraha inuu maamul goboleed madax ka yahay ma is saameynaysaa kula tahay waxay ku xirantahay qofka la xulay Yeah. Absolutely. May waxaan ka wadaa nin baa aad macnaha kaba soo qaado kale ra-iisul wasaaraha aad qola soo xulatay qoladaas ra-iisul wasaaraha soo xulatay ninka laga soo xulay wuxuu rabaa inuu maamul goboleedka madax ka sii ahaado ka uu rabaa magaceena xaggana ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii maamul goboleedka waa isku isku ma qaban kara isku jifada way adkaanaysaa laakiin waxaan ka hadlay wax la isku qualify gareynaya ma aha laakiin waxaan qabaa waxa ka sii muhiimsan waxa soo dhan qofkaas waxyaabo aaminsan yahay suu sheegay walaalka professor kan qof soomaaliya inuu yahay imika suu sheegayna dad baa imika madaxweyne iyo waxyaabo qaar ba xogaa aan qaban karino dee reeraha haysta madaxweynihii iyo wax noocaasa laakiin haddii ay noqoto ma garanaysaa maamul goboleed ma qof ka soo jeeda iyo halkaas ay haysta waxa weeyaan qofkaasu shaqadi ma qaban karaa mana u furan tahay inuu noqon karo in la yiraahdo lagama gudbi karo jufo lagama gudbi karo oo isagu iskiis ma soo kansan karo way u kansan karaa laakiin sidaan sheegnay hadduu kansado caqabadaha ku imaanaya camal waa soconaysa way ku imanayaan oo imika u fiirso qofku waa in la ogaada siduu isaguba ku yimi hadda siuu ku yimi waxuu ku yimi rabitaan shacab soomaahin magaalada waa la socon waaye xildhibaanadii marka lagu socday meesha doorashada kii nabadsugudda ahaa kii booliiska ahaa kii milatariga ahaa shacabkii laamiga marayay waxay ku leeyihiin haddaan ninkaa soo dooranin halleyska jooga soo noqonina operation noocaasa markuu la soo doortana mas-uulkiisa la soo baxay marka taas arrin qabiil way ka weynayd soo maa qofka la keenaya waa qof saasoo kale noqdaa oo aan la celin karin intaada ka gudbo waxbaan ku dari lahaa arrintaas horta waa arrin maanka lagu wada haayo arrin maanka aad iyo aad loogu haayo waay xisaab baa jirta qabiilada u dhexaysa qabiilada qaatay xubnaha muhiimka ah ama ha ka haystaano dowlad goboleed ama ha ka haystaano dowladda federaalka ah waxaan isleeyahay consideration-kooda ay qabiilka ku yeelan doonaan qabiilku iskuma darsan karo laba jago oo muhiim ah hal jifo ma qaadan karto waa in la kala duwaa waa inay xisaabta ku tagtaa reer hebel waxay ku jiraan waxay madaxweyne ka yihiin dowlad goboleedkaas reer hebelna kama aha arrintaasi waa in la kala qaadaa reerku ma wada aha hal jifa kaliya hal jifaa qaadan karta dowlad goboleedka ka noqon karta baarlamaanka ka noqon karta madaxweyne noqon karta jifooyinka kale waa madax banaanyihin soo maa waa in jifooyinka kale loo wiciya si cadaaladu ku timaado si cadaaladu ku timaado waxaan rabaa haye adoon ku siinaya intaana ka gudbin magacaaga igu bilow بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو أبو كرشق محمد أفرح أنا قدوم يكو حيقان كأرور كدان يرادة دولة قبلات القلمي ورطة محان ربا الله وابشينا ربا إنا نكاه الله اللي بانكا يو برفسور كا تلفشن كا يدامان كسوقي بقلياش ومهات سيهين وعنونا وحال لقاه اللي مدعوينا وحيالا هوريا لدولة قدرال كا الصوماليا maamul goboleedyo iyo qabiilooyin iyo waxyaalo badan oo ku gudan oo shaqooyinkii jiray hortaagan unbaa hadda la soo qaaday aniga waxaan aaminsanahay labadaas musasal oo maamul goboleed dowlad goboleedtiisa musasal dadka soomaaliyeed lagu lugaynahay inuu yahay dadka soomaaliyeed ma ahan dad dowlad goboleed iyo nidaamkiisa macnaha u dhisan maahan aqoonhaanna uma dhisna dadhaanna uma dhisno dadki waxa dadhaanna uma dhisna markaan leeyahay waxa weeye dad isku diin ah oo isku af ah oo meeshaad tagta meesha ugu dambaysa aad walaalkaa iyo naadeerkaa iyo abtigaa habartaa ugu tegayso ma garanaya aniga maamul goboleed qaab u qaban karaba dalka soomaaliya kow qaabkaasu dib u dhac dadka soomaaliyeed haysta wey mas-uuliyiinta oo xildhibaanada iyo professoraduna waxaan jeclaan lahaa inay markasta dadka ka wacyi geliyaan in dowlad goboleed iyo dib u dhacaas dadka soomaaliya uu haysto madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxaa horyaalaa la yidhi qabiilaad inay ku keeno ra-iisul wasaarihii ra-iisul wasaarahaas qabiilka laga keenahayaa ma mid hanan kara hawshii loo idmaday iyo shacabka soomaaliyeed
معناها قلبكيس سيدي مرحوينه وهنطيه كلا ما سوى قف أو دبودعك كيني كرا أو دوردينا فشلي كرا شقدي سينا فشلي كرا أنا وحنا من سنة هاي إن الله فيرن قبيل إن الله فيرن دولة قبل هبلو كسو جيدا إن الله فيرن قبيل هبلو قاتو كسو جيدا مرحوينه دولة فدر لك عبد الله محمد فرماتشو ولا الكيس هدول نقطة أو نقطة نن خنن كردت كصومالية هوش الله إذا مثلا قبان كرا وحن قبائل لما جعاب وحن جعلنا حل دبان هذا يو 4.5 كان waxaan u arkaa dib u dhaca dalka Soomaaliya oo la kici way markaa waxa halkaas lagu gudbaa 4.5 ka markaa si looga gudbo 4.5 ka iyo waxyaalaha dib u dhaca dalka Soomaaliya ku keen hadii dalku meeshiisa inuu joogo loogu tala galay waxaan wanaagsan ka hadlaysaa laakiin waxaan u maleeynaa waqtigan waqtigan way adag tahay oo asaga hadda dil ilaado nin la shaakeeyo waa macnaha arintu waa akirmaysa laakiin waa si fiican baad u hadashay waxaan jeclahay waxa ku gudbayaa taas in insha Allah ta'ala waxaan rabaa danaha reer danaha in wadamada dariska ah ay Soomaali kale yihiin iyo waliba danaha waa badan yihiin reer galbeedka iyo dawladaha deeqaha bixiya taas waxa way waxa ka sokeysa midan dawladaha dariska ah iyo danaha shacabku aad u kala fog yihiin wadalkaysa wixii dhacay markii doorashadu ay dhacay saxda waxba dadka qaar ku diidan yihiin ninkaana waxa kaliya lagu fiirsanay waxa weeyaan in oo wax ka bedelan sameeyo nidaamka dawladaha dariska waay sidee shacabiga iyo siyaasadda ee caalamka iyo tan dawladaha dariska la isugu wadi kara ay oo su'aal aad wanaagsan waqtigeedina wala jooga in talaabada hore waa la qaadiba oo wada aragtay sidoo ku yimi way ka soo horjeeday dawladaha jaarka ay rabitaankooda ay ma oran kara rabitaankooda laakin arin waxa rabaa inaan ka yara hadlo marka la leeyahay faragelinta dawladaha jaarka taas waxa weeyaan waa arin marka soo dhacaysa waa natural waa normal ninka siyaasiga ee dawladda jaar ka soo jeeda waxa loo doortay inuu danaha ka shaqeeyo shacabka dadka u matalo dawladaha u matalo mushkiladu ma shaqay taaganta waxa weeyaan innaka ayaa laga laayay siyaasiyintii matal laha danaheena oo kaliya marka waxa weeyaan inaan niraano dawlad hebel ama dawlad hebel aan jaarna lahayn ayaa faragelin ugu haysa ayagu waxay ka shaqeynayaan wixii u dana siyaasiyintooda waxay ka shaqeynayaan wixii u dana lana waxa la yahay jaar mugta inuu markasta advantage ka yeesho waa rabaa waa sax waa innaka marka wax la doonayo inuu tiimkii ama qofkii ugu yimaada first interest ka Soomaaliya horta ka dhigilaa kow haye imma ka way bilaabato wayna dhacdo haye iyadoo si kasta looga soo horjeedo waxa weeyaan shacabkii iyo baarlamaankii iyo ummada Soomaalida dhan baa soo raacday laana dhibaatooyin baa dadkii qabsatay cun qabateen baa ku dhacday abaara iyo dhibaatooyin iyo amni darro iyo siyaasad aan madaysanayn iyo dhibaatooyin ku dhacday xanuunka waa laga dareemay tii waxay keentay explosion kana ma qaraxna ma ka dhacay ah inuu marka qof dadku Soomaaliyeed wataan oo dibadda laga wadan ma laakiin way laakiin hadduu danihi dawladii dariska iyo waxa ay rabaan ay waxba ay rabaan waa run siyaasadda kaliya oo la sameyn karana waxaa ka mid ah waxaan ku naqaanaa siyaasadda dawladaha dariska haddii xataa laga soo horjeesto in qabiil la hubeeyo qabiilkaas markuu qof la siiyo oo duulaan dhaco ammaan darra dhacday balaayo la dhacday marka intaas kaliya waxay keenaysaa dib u dhac ku yimaada siyaasadda هي 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 waxaan isleeyahay one time lama la arintaasi xal laga magaari karo waa in gunudba mar la furo si taxadarna loo furo waa gartay mar si taxadarna loo furo runtii waxyaabaha emotionka anigu uma qabo inay keeni karaan xal ma laakiin bal tusaalan ku sheeko seenaya dawladda Ethiopia kala hadda waa macnaha saameyn badan wadanka ku leedahay waxa kaliya sameyn kartaa waxa weeyaan oo shacabiga hadda aynan ay xoogaa isha ku hayaan marka hal bil gudaheed saddex jeer adisaabu waa headquarterkii ama xaruntii AU-da lama diidan laakiin hadda bishan gudaheed saddex jeer haduu tago madaxweynuhu waxaa bilaabanaysaa okay siyaasad shacabiga oo arrin isaga ka dhex kuuxaysa ayaa ka soo baxaysa haduu waayana hadii arrintaasi haduu waayana kalsoonidii lagu qabay ayaa dhaawacmay waxa la isugu badbaadinaya shacabku siyaasiyiinta metelaysa siyaasadda u daayaan siyaasaddu emotion ma haye caadifana ma haye
سياسته ووح أباهن دراسة دير هي مدة ويا مدة حا أنت بأباه مرض وحبال فوريا هلو دايو يتوبيا ودلنا درسنا هاي فرنتينا وإن هذا سامين الولادة أري ما وحي كتر سنة هاي إيه قدي كتر سنة هاي عامي سومي كجرتا إذا ما ديد عامي سومي كجران أنا كحن قبائل أري ما هسي تحدر لي وترتيب ترتيبا لو وفروا حكمي ده وحيابها ترتيب ترتيب سود الدجكرة إن لسنا عيدا كي حوج ده الصوماليين وادي سين هاي إن لا إمباور قريو لا أود سيو قلبك أباهنا لا سيو een ciidankii booliska la dhiso ciidankii badda la dhiso ciidamadeedii kala duwanaa in la dhiso oo loo helo agabkoodi iyo moralkoodi kor loo qaado waxaan isleeyahay markay arintaas ay soo leedahay ciidankaynu oo awoodo inuu arrimaha amniga la wadeego Ethiopia 24 hours ciidamadu waxay u baahan yihiin dawladda hadda hadii inta waxaan arkayaa in ciidan xoog badan oo la dhisa إن دولتها قاركود أين الحبين رالنا كنا قرين سنة موقت لكن هذه اللي راه عدالة إيو أمنية إلا إن شعبي هدا درين كود هل كانوا سوتشريه هدا هذا أيجس مشغولين هدا هذا أيجس مشغولنا وهو كوه مشغولية مركب واحد كريه مش تاجن ما هو ملنا سائل لهلي كرو إن هذا ما ذي قلب كسيدي مشاركو دي اسكري وقولي رشام شام شام بقول بالسنة يعني تلي راه لا أديك سدوا الشعب بيجوا دولتي لو حلو اللي يرادوا ور أكون كاسب على ذي السمية العكس تسكوس الشباب سي عن وين ما دحبنا عن عنه إن عيدا ماذا إن إيو قرصور كنا لقاري سدبت وكي ماذا تام سمية كرا والله سمية كرا لكن نروح نقبر هنتي عيدا وكلي ما كان كرا أمني أمني جاء وح كان شعبك هيه شعبك هو كل سويه هاي أمني ونو إمانية ما لها تقدر تأمني كتيره شعبك يا بار ربع أمنيك قدنا كويس ده ناس سمحيين أديك قبل شذي هلا هيه وقفوا مركب وحو إلى شذا قف شعبك هلا كندقين أما الصومالي مركب سكت دقين هذا وحو إلى شذا وين يشرتها هيه مركب الصبح يسوقه وينو هلا ماله عفمت كسكرات شذا مال شغل كرات شذا دريرك وحي أديك قبل شذا تيم يشرتها مكان هيه تاس هذا تيم هذا يك إلى عشان يصعب ده نهوره هيه إذا ما ده مركب سوشي جيت وقومي مسمك إذا ما قرن أو الدنيا رنتي أو سكوحرن برنامج كويس وافقه لكن إما كسيف على الله سمايو هي مهمة دولة لها شارك نسوي شيء سي مقرنا سهلة كتير سئل الله رقمه لكن فرصة إما كله هيستوى حوي عيدا كي الشعب كي يس يو يو مقدح بينا إما كي وسكوحرين إن ما كان فرصة ده أنا ضيعن بروش غيره واقرته لأن واحد وسام كوش شيء شعب كوسامالي ما أنت صدق شكور سيء هاي نلوش هذول ويتها واحد رامرك إلا دليل برجره ويا هذا ما تبي ناشن البروغرامز كي وينا تري تري تدبر تنادي إذا تنادي وين السمية صار شكتي شعبك هدا أنا مشغولين هذا هو مشغول يعني وحاطكم مشغولين ساحوي وأنا تعلمت وذيك شقيسة عظمات كودي بيه هو دريال كودي أفكم مركب سكة إلى عشانية هدي لك واحد إلى شباب إلى تري لقالها هدي سو wanaagsan oo loo ma hadii si wanaagsan loo maamulo dhaqaalaha dakada dhaqaalaha meelahan ee dhaqaalaha yarka laga helo mu maleenaysa in aan ku filanahay aan amaankeena iyo garsoorkeena wax laga dhintay waxa cadaalada cadaalada ayaa laga dhintay garsoore ma la siin kara 5000 dollar ma la dhigi kara maxaa hadaan hadii aad corruption sameysana wal saas baa lagu yiri laakiin أمد واحد وأمان كنا عدالنا سمي سولو ما ديكر ولا ديكر وإن برك الله دهنا حدو كسب بيحوا يلا إري كرا أو نبل العقاب كرا مش قلت إنك ناس تحوا قفكم مركب دم بكلو لين هالبرك تبي ما نيجي سان كوش شيء أنا إمك ما يلا بدن أمني كتشرو إمك حتى إمك الله تسي سومن لا نقله محل لا أول وزي أمني كتشرو سومن محوكي ما أمني قيدو ما هيستان أود بدن العقاب بدن محو ما هيستان تسيستم دولية أو دور شكوي بي أو حزبية كوي بي سامستين تذكرنا نوشو دمي عشان إياه حالك أنك تلي نقرب واحد وي مركب وحيابي بيسك فنمنتل كواها تدنما دي دول دمو إنا سوينو إنا حزبية سوينو إن تذكر اللي دادو ما أنت عدو حلي هذا هينك السياسي إيمان إياه أنا كيني كرا أدان إري كرا وان لقرسية إما كادو إنجريس هتكتب سوى كونا بيو إما كإنجريس كا الدولة دهان هرماري سياسيين تودو يكا بقان قفك الشعب كذا كذا سببته هو بقى نوعيتها قفك صعود بوليه سماها مركو شقذ اللقيه هدو كسب بحواية بتجيب السمانية كنت سقف بقصة صحيحية ولا إيري يا قفك إما كان لك مشكلة تاجن وحوي قفك سياسي جه تي في قصة لك دعوانا يا مركو يمدو إما كي يقولوا ده سماها أو ده كوه إيرمن لك يعني سماها ده كوه إيرمن والله كيني سماها نا واحد رأي إنستوشنز كي شقذ ده ما يستر لها ما لا سماه شعب كنوا يدينه حل بان ندين
waxaan arkayaa xal dhabaanada inay kala ordayaan oo weliba beelo u kala ordaya oo weliba beelay ay shiranayaan oo ay leeyihiin ra-iisul wasaare waa kula hadalnay maalintii waxaa naga ballan qaaday inaad ra-iisul wasaarena siinayso waxyaaba noocaas asoo ma gara marka haddaan xildhibaanadu haddii ay qabiilka ka gudbaan oo ay u arkaan danta shacabka ay fiiriyaan horta waxa waa hagaagaya si xildhibaanadu u gudbi karaan xeeladda noocaas waa ku khasbayeen horta oo imika afartii sanaan soo dhaafay in la sameeya way ahayd lama samaynin marka imika waa lagu khasbayeen qabiil wax lagu raadsado samaha dariiqi kaliya furan baaba ah laakiin shaqada imika noo taala baarlamaan haddaan nahay waa intaa laga gudbaa waa in la sameeya system lagu soo dooran karo isku xisbi aniga iyo adiga iyo professorku aan isku xisbi noqon karno oo inagu dhexdeen cid ka soo bixi karto maad sabka hore waxaan rabaa in hal arrin ka hadasho tii waa ka gudbin ra-iisul wasaaraha waxaan kaa rabaa dareenka shacabiga iyo danaha dowladaha dariska ah sidee la isugu keeni karaa meel haddii wasiir loo magaca aan kuu magacaaba la yidhi oo codkii laga helay inuu maanta ka gudbo soomaa haye madaxweynaha wixii uu soo magacaabay dib u celisaan adinkana dhibkiina badanaya shacabkuna meesha ka gashaanay ka gelayaan hadu salaam waaye aada u mahadsan tahay yaa kaloo inuu raba hadla insha allahu haye ninkaasna nayradan siinaya insha allahu tacaala haye magacaaga ku bilow bismillahi irahmaan irahim alxamdulilahi rabbi caalamiin rabbi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiina wa salla calaa sayidina maxamed wa alaa sahbihi wasalam bacd asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la yihahdaa daar xasan maxamuud daayir dayax ninku maga dheer ahay waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho sidoo kalena ka warhaayo amba isha ku haayo meeshay marayso siyaasadda iyo arrimaha la xiriira dowladaha haddii aanaa marka shacabka soomaaliyeed annaga dowladdu annaga inama tashaa maadaama ayna matasho muhiimaddu waxay tahay inaan helno ra-iisul wasaare nadiifa oo danta dalka iyo dadka samata bixi kariyo diinta beesha calamka faragelinteeda waa laga maarmaan waaye sababto anagu haddan waxaan kasoo baxaynaa burbur iyo dhibaato awood nagu filan ma lihin waxaana keenayso inay soo faragelyaan daciifnimadeena marka sian daciifnimo isuga baxno beesha calamka
هرمين سفر جريس لكن سمرت عيد على سيدة حاجة لو حكتا لكن كنا بدكلان مركا باش عالمك يا دولة هدريس كأنا قو اسكون إلى علنا إنه اسكال إلى علنا إنه وحان قباري زوجارها إن أو نقض مت عن لقد نيجين مت بيلها أو سمرت أنا عن تنتظر الفيرن ما عمل قبادة أنا فيرن فور بنتفنا الله فيرن لكن الله فيريو رزوجارها من أقوية هنا أو ترتن الله قالوا رزوجارها قانتي سقف كل قط جابي رزوجارها هذا مدحونها هذا مش مدحونها دولة الصومالية مدن فرماجو وعقوق ما هذه مركز رزوجارة وها سيدان كورها هنا ورئيس مدحونها أولياء شيء ماشي جوي لو رأسته كرتير ديسة قانتيسة فكر كيسة عبرات ديسة ماشي وصعدة مركزهم معناه قوات تبع على ترتين معناه رزوجار ربان مركز إن لا فيري معناه قفك قانتيسة إيه رجعنا مديسة إيه ماشي وحقق بكر عقبة كيسة فكر كيسة وأنا لا فيرن ماشي عن كله marka soo gubka weyn ma insha Allah taan marka aad ma baasha laga bixiyo oo dan dalka laga fiiriyo hadan shacabka Soomaaliya taasan dayna madaxweena message kaas aan u direynaa halka waxa macquulna gaaro marka waxaan rajaynayno ku amal fardoona aad ma sintin way halal su'aal aan weydiinayaa aan ku bilaabo waxaan rabaa in aan macnaha wali hadda tiris wasaara wax ku gudbinay tan waxaan u gudbeynaa shacabka cabsi badan ayaa jirta wadarkaysa social media mar walba wax aad hadda wax wanaagsan la soo gariya laakiin barinta wax aan la soo gariyo waa dhici karta say ugu hortay kara arintaas badan leedahay in shacabiga maanta waa hal laba jeer oo arimo inta la soo gariyo ayaa dareenkooda dhan rogi karta sida arintaas loo gudbi karaa kulad in runtii dowlad kasta oo caalamka ka jirta waxay dowlad ku tahay kalsoonida shacabkeeda haye هذا شعب كلسوني لقى هاي دولة دولة مع وحنس لها شعب كصوماليات يسيد النية دفران أسود دويين مدحوينها على الدورتي وحكالية شعب كاس لقوا هاي كر النية دود سوشيال ميديا هنا ودي بك جواب صحة ولنا عسنا هنا يتاهي بايدة تايم برا منستر كلام مقعابه ها سيدك دجا الدولة دلها لسه هاي لغة فيرسادو والدولة ده سو أيسر نقول دولة دي هي دولة دي إن دولة دي كه الرئيس هاي أقل إن أيسر نقول واكرت بل كوحيابة مهمة هاجر وسهر بعد مهمة وهاجر إن أود اللي يسوقو جيو بعد ما نقلها إنه حد دنيا هاي إن أود اللي يسوقو جيو أدي جي بالشدة واكرته شقوين لابورو دار يرده جامع لها كصبح شقوين لو ابورو جوب برجونيت الكاريت غريو غنحسته الصوماليه انت لا شرو سمول فاكتوريز اما ورشادو دحدحاده سي او كان سلاهايين دلكا الرو ماتيريال كو ويا لا قلبك ايريما وو يا لا ان ددك الصوماليه ان انت اسكو تشدان ميلها وحبرشده يا عافيمال لحق لعانا ان لهلو وحبرش لحق لعانا ان لهلو سكيورتي دلك كو كرسونان كارو way asgariga ay u hayoonayaan meeshii hadda markii asgari arkaan qofka uu qarrax qalbigu dhihi lahaa in la abuuro kalsooni ka dhaxeysa ciidamada amniga iyo shacabka way adba ma satahay haye adiga macnaha su'aasho kale ku yidinaya hanashada shacabiga Soomaaliyeed dareenkooda haye waxa lagu hanan kara waxa way imika way jirtaa oo shacabku waa in nidooda wanaagsan tahay rajada way gashay haye waxa way rajada wax lagu keen kara sida imika la sheegay shacabku waxa ka maqnaa wax kala ma aheyn dawladda iyo shacabku maxaa isku xiran imika adiga iyo ilmaha la dhashay iyo gurigaaga iyo xaaskaaga maxaa isku xiran waana adeegtaa waana guriga siisa waana cunta siisa hadii kale waa la usaarayaan saaso kale dadka dawladda markaa imanaysa soo saaso kale shacabkeeda hadaanay u adeegin sida la sheegay adeega bulshada anagu saan ku soo kornay weeye waxa weeyaan in iskuul aad hadana private bixin karin mid public ahayshin caafimaadka waa inuu lacag ugu noqonin waa inaad korontada imika waxaan ku jirnaa meesha korontada adduunka ugu qaalisan baan ku jirnaa dalka dalalka adduunka ugu faqirsan baan ku jirnaa imika yani waxyaabaha qaarkood maaratid adeega bulshada hadduu ka baxa meeshana qofka shacabka ha ma u talin kartid mana hanan kartid amni dowladana meesha ka imanaysaa ninka tuuga ah ninka dadka dilaya ninka qarxinaya ciidanka ku dhex jira kuma sheegayaan lana waxay ku arkaan wuxuu dilan adigu inaad qaadatay wad haysato marka mushkiladu waxa weeye shacabka hadaanu kula lahayn wax oo idan wax qaybsanaynin kulama inaadanaya dadka muhiimadda waxa marka xukuumadda iyo baarlamaanka iyo garsoorka iyo waxaas oo dhan waxay marka hore u adeegaan waa shacabkan joogada Soomaaliya haddaanu shacabku iska arag arintan oon la kicinin runtii suu sheegayo waxa waa sideed wasaarad baan maleeyay adiga bulshada absolutely waxaan garanayaa 2012-13 budget kale la soo gudbiyay
4% ba ya ya loo kala gareey budget ka dhana haye waxa bar clear markaa inaan damba laga lahayn shacabkii damba laga haa waxa weey imi kan fursada taagan waxa weey shacabkii waa noo han weeyahay in ay kan loo jawaabo oo la tuso daryeel in keebe miisaaniyad keebe miisaaniyad ka abuntay in maanta la fiiriyo amaanka iyo cadaalada in loo eego iyo in daryeelka bulshada loo keenay inta waa loo qeybiyo labaduba inta waa loo qeybiyo inta waa muhiim laana waxaan qaba askarigu muxuu dadka marka la leeyahay laga naxay u dhibay wuxuu dhibay isagii baa la daryeelin hadaan todoba bilood sideed bilood sagaal bilood una qaadan mushaharo haas iyo caruur iyo dal xuquuq keenay salaad tahay ka imanaysa macnaheedu soo dhacaysa way haa mushkiladu waxa weeye qofkan aad leedahay waan matala oo waxaan doonayaa inaan xukumo oo ilaahay waxaan samee hadaan adiga wuxuu aad ku xukumeysaa u haynin wuxuu ixtiraamna kuma sameeyay adigana ku riday aakhirka dhibaatana waxa ku geeriyay aad ma sidii waqtigaagu dhacay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa martida ay xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo isagu xildhibaan hadda baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ah horena uu soo ahaan jiray ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya ahna wasiirkii gaashaandhigga ee dowladdii ku-meelgaarka ahayd ee Soomaaliya iyo weliba Professor Maxamed Xasan Doob oo fanaaqeeya dhinaca siyaasadda guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda Joobki ayuu isaguna halkaas ka yahay farsamo yaqaan Cailaawe iyo Haashim iyo Saalax iyo Faarax UK iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha sharafta leh ee caawa barnaamijka nagala soo qaybgalay iyo aniguba dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.